حاسه انه حبدا الصعوبات اللي عديتي عليها وقدرتي تخطيها وايه النصيحه اللي تقوليها للشباب كمان؟ والله شو انا الصعوبات اللي ممكن اواجهها انه لانه محتواي كوميدي فلازم طول الوقت اكون بطاقه حلوه وطاقه ايجابيه واعطي ضحكه، فالانسان الطبيعي مو دائما هيك ودائما مبسوط، فبيكون مجهود كبير انه اطلع كل يوم بنفس الطاقه، فهذا بيسحب مني الطاقه تبعتي، فصرت بحاول اني ما اطلع طبعا السلبيات، مثلا كنت متضايقه كان مودي مش حلو، ما احاول ابين في السوشيال ميديا عشان الناس مش متعوده على هذا الشيء فيها. قلت لك راح تدخلي مجال التمثيل، تحبيه ولا لا؟ جدا احب اكون كوميديه جدا، حاسه انه حبدا بس شو انا موهبتي الحقيقيه الغناء، لكن فجاه اكتشفت اني كوميديه، ما بعرف في السوشيال ميديا اكتشفت اني انا يعني شويه والله اعلم انه خفيف الدم. طب لو قلت لك اختاري فنان واحد كوميدي تمثلي معاه تختاري مين؟ فنان واحد احمد حلمي. ايه انا مش عايز اشوف ابتسامه واحده فيكم. من اول ما يعني عرفنا الفكاهه هو وهنيدي، هدول هم الفكاهه اللي ضحكتنا فعليا في السينما المصريه. احنا بقينا في غابه يا صاحبي، والطويل فيها بياكل القصير. بتمنى اني اكون في السينما المصريه لانه معروفه جدا بانها في الكوميديا اقوى سينما. اخر حاجه اختم معاكي، هل في اغاني جايه هتنزليها ولا؟ والله بتمنى ان شاء الله، بس جالسه ادور على كلمات حلوه، يعني انا ما بدي اطلع باغنيه حق تيك توك او شيء، بدي اطلع باغنيه راقيه وحلوه، فاتمنى يعني اني الاقي شيء حلو.